حلقة جديدة في حوار اليوم، فأهلا بكم. في معظم البيوت المصرية لا صوت يعلو حاليا فوق صوت قيمة التصالح في مخالفات البناء والموعد النهائي لتلقي طلبات التصالح ودفع الرسوم والمبادرات المختلفة لتخفيض مبالغ التصالح بنسبة كبيرة، مما يدفع عن عاتق المواطنين ويرفع عنهم التكلفة العالية لتقنين أوضاعهم وتحديد سعر 50 جنيه للمتر في التصالح بمخالفات البناء بالقرى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ملف البناء والعقارات والإسكان في مصر هو الأكثر تعقيدا وتشابكا، وهو بالطبع نتاج تراكمات تمتد لأكثر من نصف قرن. فتح الملف بقدر ما يثير الكثير من الجدل، فهو أيضا كاشف لخطوط وتقاطعات متعددة قد يكون مقدمة لإعادة ترتيب ملف السكن والتوزيع السكاني بشكل يتناسب مع ما يجري من تطورات على الأرض. وإذا كانت الحكومة قد اتخذت خطوات لتخفيض قيمة مقابل التصالح في المخالفات أو حل أزمة البناء المخالف، فإن إعادة التخطيط السكاني والعقاري سوف يدعم اتجاه الدولة لحل نهائي لأزمات الإسكان بشكل قد يقضي على احتمالات عودة العشوائيات أو البناء المخالف. حول انحياز الدولة للمواطن في مخالفات البناء يدور حوارنا اليوم مع ضيفنا دكتور محمد فتحي، مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي. مرحبا بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك. قبل ما نبدأ مع حضرتك والسادة المشاهدين، نشوف جزء من تصريحات دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. احنا كدولة النهاردة، بس انا هدي لحضراتكم الرقم، ايه اللي موقف من 2011 للنهاردة؟ زي ما قلت لحضراتكم تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على 90,000 فدان. 2 مليون حالة مخالفة، حضراتكم متخيلين الرقم؟ 2 مليون مخالفة. لما الدولة النهاردة والمواطن ابتدى، وده أنا بشكر الحقيقة العديد، يعني بشكر المواطنين اللي ابتدوا يقتنعوا بأهمية هذا الموضوع وابتدوا يحسوا بمدى جدية الدولة لحل هذه المشكلة. حتى هذه اللحظة اللي تقدم لنا مليون مواطن، مليون حالة بالظبط تقدمت بطلب جدية تصالح. احنا كل ده بنتكلم فقط على 2011 من هنا، طبعا في أرقام أخرى اللي قبل كده، ودول برضو اللي احنا بندعوهم ان الجميع يتقدم. ان النهاردة بنقول انها لدينا فرصة ذهبية ان احنا كلنا كمواطنين اننا اقنن وضع اصل انا حطيت فيه فلوسي بغض النظر عن كان وضعية الاصل ده، والنهاردة بقى احطه واخليه بقى اصل مسجل وقانوني، وبقيت النهاردة مش في عرضة في اي تغيير بقى القرارات ولا اي حاجة ان انا اكون تحت خطر التهديد الازالة او ان انا اكون غير مخالف. فالنهاردة لدينا فرصة ذهبية حقيقية كمواطنين ان احنا نقنن وضع هذه المناطق، وان احنا نبقى في النور، ويبقاش بقى عندنا، يعني انا عايز اقولها مرة اخرى، ابقى قاعد بتحايل هجيب الكهرباء منين، هجيب المية منين، طب النهاردة سكتوا عليا بكرة هيعلم هيسكتوا عليا ولا لا. انا بقولها لحضرتك بمنتهى الشفافية، ده اللي بيحصل. فاحنا عايزين نقفل هذا الملف وننهي هذه الاشكالية اللي بقالنا 40 سنة عايشين فيها. طيب عندنا النهاردة لغاية اخر الشهر، اللي بنقوله يا جماعة نسارع بتقديم طلباتنا مهما كان اكتمال الورق، وقدامنا شهرين. واحنا انا بقولها النهاردة كحكومة لدينا من المرونة مع تقييم الوضع على الارض، هنشوف ايه دايما ايه اللي في صالح المواطن. احنا يعني لسنا جامدين، ويعني مش بناخد قرار ولا نتراجع عنه، لان الهدف كله ببساطة شديدة ان انا عايز ان انا اخلص من هذا الملف المهم. والاهم اللي انا مقتنع والمواطن ابتدى يقتنع ان هو في صالحه وفي خدمته. فبالتالي كل ما هنشوف على الارض الموقف عامل ازاي، كل ما هنقدر ان احنا نتعامل ونشوف ايه القرارات اللي في صالح المواطن في هذه القضية بالذات. فكل اللي بدعوه خلينا نحاول نسرع وننتهز الفرصة لغاية 30/9 نقدم اي ورق متاح لدينا علشان هذا الموضوع، ونحل هذه القضية ونقفل هذه القضية، وحيكون عندنا المدى الزمني اللي بعده علشان ان احنا نقدم ونستكمل اوراقنا.
اهلا بكم من جديد دكتور محمد فتحي. يمكن شفنا المقطع الصوتي للسيد رئيس الوزراء وهو في محافظه القليوبيه، يمكن من قلب الاحداث ومن قلب الميدان ومن قلب المخالفات المتعدده، ده كان دلالته ايه يا دكتور محمد؟ اولا اهلا وسهلا بحضرتك. احنا اكيد طبيعي انه في اي اجراء جديد بتاخده الحكومه تجاه المواطن لازم المواطن بنفسه يشوف الحكومه بتاخد الاجراء ده ايه. فزيارة دكتور مصطفى مدبولي للمحافظة وللقرى زي ما حضرتك قلت، وانه يصر على انه المؤتمر الصحفي يتم من هناك والدروم بتصور والناس كلها شايفة الصور، التعدي حجم التعدي على الأراضي الزراعية تكاد تكون وصلت ل 50% من الكتلة السكنية تمت على الأراضي الزراعية. أكيد ده هيبقى مختلف عن أن المواطن يقرأ مجرد خبر في الجورنال، لما بيشوف بعينه حجم التعديات دي والأثار السلبية للتعديات دي أكيد بيقتنع أكتر بضرورة الالتزام وبضرورة وجود قيمة زي قانون التصالح موجود دلوقتي، ويشوف نتاج القانون دوت بيوصل له بشكل مباشر ازاي. طيب يعني انا برضو يهمني ان انا اوصف المشكلة، مشكلة قديمة يعني من عشرات السنين موجودة في مصر، يعني ازاي استفحلت وامتدت جذورها الى هذا الحد؟ هقول لحضرتك، هي فعلا زي ما حضرتك قلت ويمكن زي ما دكتور مصطفى عرض في المؤتمر الصحفي، المشكلة دي زمان جدا بقى لها يمكن فوق ال 40 سنه في جمهوريه مصر العربيه، ويمكن الارقام اللي طرحها دكتور مصطفى مدبولي وقالها في المؤتمر الصحفي انه من سنه 80 لغايه الان احنا وصلنا لتقريبا 400 الف فدان تم الزحف عليهم عمرانيا من الاراضي الزراعيه الخصبه، ويمكن بس الفتره من 2011 الى الان حوالي 90 الف فدان. لو جيت حضرتك حسبت القيمه دي كقيمه ماديه وقيمه اقتصاديه وازاي اثرت على التنميه في مصر او اثرت على موارد الدوله، احنا تقريبا نحتاج حوالي 18 مليار عشان نصلح اللي حصل في الاراضي الزراعيه. يعني أنا حتى ان انا حتى ما اقدرش استعيدها، يعني لو استعدتها لا تكلفتها ما فيش نتيجه منها. تكلفه استصلاح الفدان دلوقتي حوالي 120 ل 200 الف جنيه، فطبعا التكلفه عاليه جدا، فالافضل ان احنا نوقف اللي بيحصل اللي بيحصل الان. هي فعلا زي ما حضرتك قلت هي مشكلة قديمة، ويمكن معظم الحكومات القديمة كانت بتتخوف شوية من الحاجات اللي ليها علاقة مباشرة بالمواطن خصوصا لما حضرتك تيجي عند البيت السكن اللي هو احتياجات الأولية لأي مواطن، يعني سكن ومأكل. فحضرتك لما تيجي عند سكن المواطن هو كان ملف شائك جدا، بس مع التطورات ومع ان احنا عايزين دلوقتي الحكومة الجديدة والوضع الجديد من بعد الثورة ان احنا عايزين نبني دولة جديدة، فكان بالتالي لازم الحكومة تتطرق للموضوعات الشائكه ديت. هنلاقي فيها مواجهات مع المواطنين، والحكومه فعلا كان في شويه اعتراضات من المواطنين، وده اللي خلى بعد كده الحكومه فعلا لما الاعتراضات دي ابتدت تزيد تنزل للشعب وتبتدي تعلن عن المؤتمرات الصحفيه وعن التعديلات والتغييرات في القانون. خليني بس اقول لحضرتك حاجه في دقائق. الناس كلها تسال ليه قانون تصالح؟ ليه بنعمل قانون دلوقتي؟ زي ما قلت لحضرتك احنا دلوقتي الدوله المصريه برعايه بنائها عندنا استراتيجية تنمية مستدامة لمصر على المستوى القومي استراتيجية 2030. الاستراتيجية دي بتشتغل على كذا محور، محور اقتصادي وبيئي وعمراني وزراعي والصحة والتعليم وكل المحاور. طيب في أطر بتحكمك عشان تنفذ أهدافك وأهداف الاستراتيجية، ومن أهم الأطر دي هي الأطر التشريعية والقانونية. أنت مش تقدر تنفذ تنمية مش تقدر تحقق أهدافك وتنفذ خطة بدون إطار تشريعي وقانوني، يبقى كان لابد من وجود إطار حاكم ينظم عملية التنمية. محور التنمية العمرانية بينقسم لجزئين، جزء ليه علاقة بالعمران القائم وجزء ليه علاقة بالعمران الجديد أو بالتنمية العمرانية الجديدة. بنيجي نتكلم على العمران القائم، الحكومة لما جت تشتغل على العمران القائم واجهت المشاكل اللي حضرتك شفتها دلوقتي، التعدي على الأرض الزراعية، زيادة الكثافة البنائية في المدن والحضر، الزيادة دي بتضغط على الخدمات وعلى البنية الأساسية وبتستنزف الموارد. يبقى كان لازم قبل ما نخرج بره نصلح اللي جوه الاول، ومن هنا ابتدينا نعمل، ابتدت الحكومه تفكر في انها تعمل قانون للتصالح. قانون دوت اهدافه كتير قوي، الحد من النمو العشوائي زي ما دكتور مصطفى قال، الحد من الزحف على الاراضي الزراعيه، خلخله الكثافه في المدن وتقليل الكثافه اللي بيقلل الضغط على البنيه الاساسيه والاحتياجاتك من موارد امدادات الصرف والميه والكهرباء وكل ده. تمام. يعني الدكتور مصطفى مدبولي الحقيقه لجأ انه يعمل هذا المؤتمر الصحفي في بنها في القليوبيه في الخصوص،
يعني كان ايه دلالته الانعقاد في هذا المكان دكتور محمد؟ زي ما قلت لحضرتك يمكن مدينه الخصوص من اكثر المدن اللي تم فيها زحف عماني، وقلت لحضرتك شويه انه يمكن في مدينه الخصوص وصلنا الى 50 او 60% من الكتله السكنيه مبنيه على الاراضي الزراعيه. فدلالته عشان زي ما قلت لحضرتك ان احنا ننقل الصورة. الناس ننقل الصوره بشكل واضح جدا، حجم الزحف على الاراضي الزراعيه، حجم استنزاف الموارد اللي عندنا، حجم الامتداد والنمو العشوائي، وحجم الطلب اللي هيتولد بعد كده على المرافق والبنيه الاساسيه. كيف يقتنع المواطن انه هذا القانون جاء انحيازا له وخصوصا في الريف؟ هو الحكومه وضحت اكثر من مره ايه الاهداف اللي هتعود على المواطن في الريف. اولا انه الأراضي الزراعية اللي المفروض هي مصدر دخل الناس السكان في الريف هتبتدي نحافظ عليها ونبتدي ننميها بشكل أحسن. الجزء الثاني الجزء الخاص بالمرافق، المواطن كان بيعاني عشان يتم إمداد المرافق ليه، كان بيضطر ان في حاجات بتاخد كهرباء بشكل غير رسمي، انه في مشاكل في الصرف وفي مشاكل في المياه العذبه. لما انت تقدم المستند بتاعك لقانون التصالح وياخد يكتسب البيت بتاعك او المكان بتاعك الصفه الرسميه، فانت كده بقت الحكومه مطلوب منها رسميا وبشكل قانوني وحق قانون على الحكومه انها تبتدي تمدك بالمرافق والبنيه الاساسيه المطلوبه. غير كده انا بيتي بقى رسمي، اقدر اروح قرض عليه، اقدر ابيعه، واقدر اتعامل عليه بالبيع وبالشراء. القيمه بتاعت البيت بتاع حضرتك نفسك لو رحت اشتريت في اي مكان في مصر مش بس في الريف، اول سؤال بتساله رخصه المبنى فين. لو لقيت رخصه المبنى سليمه حضرتك بتشتري وانت مطمن. حضرتك لو لقيت ان المبنى بدون ترخيص ممكن حضرتك تتراجع عن فكره انك تشتري، او هتشتري بمبلغ زهيد، او هتشتري بالظبط كده. اللي كان في فعلا ده بيحصل في المدن، في بعض المدن ان الدور المخالف بيتباع، والناس متعرف عليه ان الدور المتخلف بيتباع تقييم بنسبه يمكن اقل 30 او 40% من قيمه المتر المسطح للدور اللي مع ترخيص. تمام. ايضا يمكن الحكومه في النهايه قدمت تسهيلات للمواطنين اللي هم عليهم مخالفات، في تخفيضات وصلت ل 75% في بعض المحافظات، في 25% تخفيض على من يسدد كاش. صح. اعتقد ده ممكن يكون حافز كبير يزيد من يعني اعداد المواطنين ويرفع عدد المليون الى اضعاف. طبعا هو مش بس التسهيلات، وفعلا دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان اصدر قرار لكل المحافظين باعاده النظر في قيمه المخالفه البنائيه، وفعلا بتشكل لجان دلوقتي عشان تبتدي اللجان دي تنزل تعمل اعاده حصر للمخالفات الموجوده، وعلى اساسها يتم تحديد قيمه التخفيض في سعر المخالفه بناء على المكان وعلى حجم المخالفه وعلى مكانها. فطبعا دوت بيسر، او غير موضوع التخفيض برضه دكتور مصطفى مدبولي مد المهله، قللنا الاوراق اللي مطلوبه، اللجان اللي هتشكل في المحافظات والاحياء هي لجان من مهندسين استشاريين بس اعضاء نقابه، ما بقاش مطلوب حجم الاوراق انه لازم يبقى مكتب استشاري هندسي معتمد، فكل دوت طبعا تسهيل على المواطن وتسهيل للاجراءات. هو الدكتور مصطفى مدبولي قال انه بلغ عدد المواطنين اللي تقدموا للتصالح من 2011 مليون مواطن، يعني تقريبا. هل من المتوقع انه الاعداد دي تصل لاكثر من كده؟ اعتقد الحكومه عندها طموح بعد التيسيرات الكثير اللي ابتدت تاخدها على ارض الواقع، واللي ممكن لسه تاخدها بناء زي ما دكتور مصطفى قال بناء على الشغل على ارض الواقع. اعتقد ان ده ممكن يشجع عدد كتير قوي وازيد من المواطنين ان هم يروحوا يتقدموا بالملف بتاعهم للاجراء المصالحه. برضو حسابيا يعني الحصيله المتوقعه من سداد هذه الرسوم ممكن تصل لكام بما يخدم مشروعات التنميه في الدوله؟ عايز اقول لحضرتك ان الحكومه قررت انه نسبه تتراوح تقريبا ما بين 50 ل 65% من عوائد المخالفات، وده جزء يمكن يرجع تاني للسؤال بتاع حضرتك، المواطن هيستفيد بايه؟ الفلوس اللي بتدفعها النهارده هي اللي بكره انت نفس الشخص هتاخد بيها خدمة وهتاخد بيها تحسين للمرافق وهتاخد بيها تحسين للبنية الأساسية. نعتقد انه المبلغ يكاد يكون لو حضرتك حسبت متوسط عدد المخالفات تقريبا 3 مليون مخالفة اللي تم حصرهم الى الان، في متوسط هنقول 400 جنيه المتر، حضرتك هتحصل على مليارات طبعا من المليارات. مش مبلغ قليل طبعا. مش مبلغ قليل، وفي الاخر كله زي ما قلت لحضرتك ووضحت نسبة كبيرة جدا منه هتروح لصالح البنية الأساسية ولصالح تطوير المحلات، ففي النهاية هو لصالح المواطن، صالحه من حاجتين، صالح العام وصالحه بشكل مباشر. تحديد سعر المتر ب 50 جنيه في القرى والارياف، يعني هل ده يعتبر سعر نهائي بخلاف تخفيضات المحافظين؟ سعر نهائي في القرى كلها، قرى مصر كلها، مش بس المحافظه اللي عمل منها المؤتمر دكتور مصطفى، قرى مصر كلها السعر ده موحد.
ونهائي ال 50 جنيه للمتر، بخلاف طبعا التخفيضات اللي لسه قلنا عليها شويه اللي وجه بيها دكتور عاصم جزار وزير الاسكان المحافظين ان هم يعيدوا البت النظر في موضوع التخفيضات على قيمه المخالفه. كان من ضمن المؤتمر اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن يعني المسؤوليه تقع على عاتق مين، يعني قال لك البعض بيقول ما هو انتوا كحكومه ومحليات ووزاره الزراعه، يعني كان هناك صمت على هذه المخالفات. ما حدش من الحكومه انكر ده، والدكتور مصطفى اعلنها بشكل مباشر. فعلا حصل قصور من بقالنا كتير، وهو قال كده يمكن انه احنا بقالنا فتره بنحاول، الحكومات السابقه بتحاول تيجي ناحيه قانون التصالح او المخالفات، بس طبعا الموضوع كان صعب جدا زي ما قلت لحضرتك انه كان بيبث المواطن بشكل مباشر. بس هو اعلن برضه واكد على انه هتتم محاسبه كل المسؤولين اللي شاركوا او ساهموا بشكل مباشر او غير مباشر في حجم المخالفات اللي وصلنا لها للان. ويمكن حضرتك ده فعلا ابتدى يحصل بالفعل من قبل ما يطلع قانون التصالح. احنا نادرا لما كنا بنسمع عن القبض على رئيس حي او موظف في المحليات وكمان للهيكل الكبير في المحافظات وفي الاحياء، مش بس الموظفين الصغيرين. يعني كم من رؤساء الاحياء وفي اماكن داخل القاهره، اماكن كبيره جدا داخل القاهره، تم القبض عليهم عشان الرشاوي والفساد اللي بيحصل. طبيعي الموضوع هياخد وقت، لان حضرتك زي ما حضرتك تفضلت في مقدمة البرنامج وقلت انه احنا تركة بقالها فترة من الزمن من المخالفات ومن الفساد ومن الاجراءات ومن عدم احترام القوانين ولا التشريعات، طبعا اتسابت بقالها كتير، فطبيعي هتاخد وقت في الاصلاح. طيب دكتور محمد فتحي، هل هناك حالات معينة سيتم فيها الازالة دون تصالح؟ هي دكتور مصطفى بولي ذكر كم حالة، بس دي حالات قصوى قوي، اللي هو الحاجات اللي ليها علاقة بأملاك الدولة بشكل مباشر من غير ما يكون قدم طلب تقنين الأوضاع، الزحف المبالغ فيه على في وسط مثلا رقعة زراعية، الحاجات اللي تعدت على خطوط التنظيم، لأن طبعا خط التنظيم ده يعني طريق، يعني أنت بتوقف تنمية في مكان عشان في بيت طالع 2 متر من. فهي دي الحالات القصوى بس اللي بتعوق عملية التنمية، ما ينفعش فيها تصالح. ما ينفعش فيها تصالح، مش عشان احنا مش عايزين نصالح فيها، بس عشان هي بتعوق عمليه التنميه. يعني هي برضو الحكومه ايديها مكبله زي ما بقول لحضرتك، انه انا محتاج اعمل تنميه، فمحتاج اشق طريق، ففي بيت طالع 2 متر هيعوق تنميه منطقه بحالها، فطبيعي ده ما اقدرش اتصالح معاه، لازم يتهد. وانا سالت حضرتك برضو من شويه، انه احد سالني قال لي طب هو ازاي الحكومه بتتصالح مع المخالفين والمتعدين على الاراضي الزراعيه وبعد كده تسيب الارض؟ حضرتك وضحت انه هذا يعني هذا الارض لن تصلح للزراعه وستتكلف يعني مبالغ طائله لا قبل للحكومه. انا قلت لحضرتك تقريبا مبلغ، احنا محتاجين مبلغ حوالي 18 مليار جنيه عشان نعيد استصلاح الاراضي. وتاني حاجه، الحكومه مش هتسيب الارض، لانه في قرار دلوقتي صدر من دكتور عاصم ويمكن اشار اليه برضه دكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي، باعاده ترسيم الأحوزة العمرانية للمدن. وفعلا طلب من وزارة الزراعة أنها تعمل تصور مبدئي للأحوزة العمرانية للقرى. بعد كده في لجنة في وزارة الإسكان هيبقى منوط بيها مراجعة الأحوزة العمرانية مع قانون جديد أصدرته وبتأكد على تنفيذه مع أحوزة للعمرانية جديدة للقرى. أعتقد أن ده من شأنه أنه يوقف بشكل نهائي الامتداد على الأراضي الزراعية ويقلل خسارة مستقبلية من الأراضي الزراعية أخرى. دكتور محمد فتحي، ليه كان في تفاوت في التخفيضات يعني بالنسبة للمحافظات؟ هناك محافظين أعلنوا عن تخفيضات تصل ل70%، هناك من قال 50. ليه ما تمش توحيد يعني بحيث تحقق العدالة بين المواطنين؟ لأنه هو زي ما حضرتك قلت، هو الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي للمواطنين مختلف من منطقه لاخرى، فطبيعي حضرتك بتوعي كل بس الابعاد. بس هو بيعلن النسبه على المحافظه كلها سواء كانت في الحضر او الريف، يعني هي النسبه متوقفه برضو على الوضع المخالف. حضرتك ما ينفعش مثلا حضرتك تتعامل مع مبنى متعدي على املاك دوله زي ما تتعامل مع مبنى ارض وملكه بس مخالف في دور، ما ينفعش الاثنين يتعاملوا بنفس الطريقه. فطبيعي جدا لازم المخالفات والنسب بتاعت التخفيض تتراوح ما بين 10 و 75% بناء، وممكن النسبة دي تتغير أو تتعدل أو تزيد أو تقل بناء على الإجراءات اللي لسه بتتخذها الحكومة من تشكيل لجان البت وحصر المخالفات.
ممكن حضرتك تبقى مقدم على انه يبقى التخفيض 10%، بس بعد ما اللجنه تبتدي تفحص الورق وتدرس المخالفه بكل اوضاعها بكل شكلها القانوني والاقتصادي، ان ممكن المخالفه دي تتغير او النسبه دي تقل او تزيد. عشان كده هي ما تحددتش نسبه واحده مثلا قلنا 10%، لا هي الحكومه قالت من الى المتصل دوت او النسبه دي بتتراوح بناء على الاراء الفنيه للجان. ده انا قصدي كمان يا دكتور محمد بالنسبه للمحافظات نفسها، يعني محافظ مثلا زي القليوبيه اعلن مثلا 50% تخفيض، محافظ الدقهليه مثلا برضو قال 30%، على اي اساس يعني كل محافظه بتحدد؟ على اساس ممكن يكون على اساس حجم المخالفات اللي عنده، ففي النهايه حجم المبالغ اللي هيتم تحصيلها من زي ما حضرتك بالظبط كده بتروح تدفع مثلا 1,000,000 جنيه فبتاخد عليهم خصم كذا اكتر، فده برضو جزء ليه علاقه بحجم وشكل المخالفه في كل محافظه لانه بيختلف من محافظه لاخرى طبعا. اقدر اقول انه 50 جنيه للمتر يعني للتصالح يعني ده ممكن يكون حافز كبير قوي للمخالفين في القرى، انه لو عنده مثلا 100 متر هيدفع 5000 جنيه وهكذا. هو حضرتك هتلاقيه بيدفع اكتر منهم لما في ان هو يوصل ميه او يجيب ميه او يضطر يشوف مصدر للكهرباء. فطبعا لو وبعدين لما حضرتك تدفع دلوقتي 5000 جنيه ففي المتر انت كنت هتبيع البيت بتاعك لو انت هتمشي ولا حاجه بسعر متر معين مثلا سي 100 جنيه. لا حضرتك لما تدفع ال 5000 جنيه دول ممكن سعر المتر يوصل من 100 جنيه ل 200 جنيه. لانه انت اكتسبت الصفه الرسميه للمنزل. دكتور مصطفى مدبولي اكد على ان القيمه الاقتصاديه للعقار هتزيد مع اكتسابه صفته الرسميه. عايز اتنقل لمخالفات البناء، يعني الادوار المخالفه والتعديات في البناء واختلاف غرض شراء الوحده من سكنه الى خدمات وخلافه، اعتقد ده برضو نوع من المخالفات الاخرى. وبذلك يعني ارتفعت قيمة المخالفة في هذه النواحي يا دكتور محمد. تمام. عن مخالفات الأراضي الزراعية. ما هو ده اللي قلت حضرتك عليه اللي بتحدد عليه نسبة المخالفة، احنا عندنا كذا نوع من المخالفة. في جزء الخاص بالريف وهو تعدي على الأراضي الزراعية، وفي جزء الخاص بالمدن مقسوم كذا جزء. جزء منه هو المخالفة البنائية في شروط البناء، في اشتراطات البناء، في النسبة البنائية، في عدد الأدوار. في المساحة، وجزء منه خاص بتغيير نوع النشاط. يعني ممكن الرخصة تبقى طالعة حضرتك انه المبنى كله سكني، حضرتك بتحول دور او دورين الى نشاط تجاري او نشاط اداري. فطبعا حضرتك تتعامل مع مخالفة في نسب بنائية غير لما تتعامل مع مخالفة في تغيير النشاط بكامل، لانه النتائج المترتبة على تغيير النشاط ممكن تكون اكثر سلبية من النتائج المترتبة على انك تزود دور تغيير النشاط. مثلا نشاط تجاري ده معناه انك بتزود حجم حركة اكتر من النشاط سكني، بتزود ضغط على المرافق لان النشاط النشاط التجاري استهلاكه للمرافق من بنيه اساسيه وصرف غير الاستهلاك السكني. طبيعي لازم طبعا دي تتعامل بشكل ودي تتعامل بشكل. المخالفات هنا بتتراوح من كام لكام؟ هي كلها نفس النسبه، هي نفس الفكره في الاخر. يعني هو الحد الاقصى من 50 ل 2000 جنيه ده محطوط ايا كان نوع النشاط. اقصى حاجه 2000 جنيه للمتر. ايا كان نوع يعني 2000 دي هنلاقيها في المناطق الراقيه اكتر زي التجمع وزي المناطق ودي 2000 ده قبل التخفيض. يعني يمكن لسه في جداول بتطرح دلوقتي او قد تخفض عنها ان هي وصلت 1400 جنيه على ما اعتقد. اللي خلى الحكومه تضطر انها تخفض قيمه المخالفات يا دكتور محمد؟ رد فعل المواطن. زي ما قلنا احنا قلنا في الاول دكتور مصطفى قال ووضح دوت في المؤتمر الصحفي وقال احنا مش بنعاقب المواطن واحنا موجودين واحنا عندنا استعداد نبتدي نغير الموضوع في مرونه، وده اكد عليه دكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي. انه طبيعي احنا لاول مره الحكومه المصريه بتتعامل مع ملف بهذا التعقيد. وملف زي ما قلت حضرتك هو مباشر بالمواطن، فطبيعي لازم يبقى في ردود افعال من المواطن الحكومه تاخدها في الاعتبار وبتتم دراستها، بتشوف ايه اللي فعلا من المنطق عمله واتخاذ اجراءات حواليه وايه اللي مش منطقي. دكتور مصطفى مدبولي طرح ايضا سؤال مهم في هذا المؤتمر وقال الى متى سنقيم على مساحه 7% من مصر؟ بالظبط. يمكن نرجع تاني للي قلت حضرتك في الاول، مصر عندها استراتيجيه للتنميه المستدامه 2030، وجزء من اهداف التنميه العمرانيه هو ان احنا نخرج بره 7% اللي احنا قائمين عليهم بقالنا الاف السنين. وده يمكن الحكومه بتاخده في الاعتبار انه ابتدينا دلوقتي يبقى في تنميه في مناطق ما كانتش الحكومه توصل الحكومات السابقه بتوصل لها. حضرتك بتنمي مناطق خارج الوادي والدلتا، وهدف من اهداف التنميه العمرانيه في استراتيجيه 2030 انك الرقعة المأهولة بالسكان في مصر تزيد بنسبة 5% من إجمالي المسطح. فطبعا في توجهات شديدة جدا من الحكومة بملف التنمية وملف
ان انت تخرج من بره الوادي والدلتا، لان طبعا احنا وجودنا على 7% بقاله سنين السنين ما بنزيدش خالص. بالظبط يعني هي ممكن زادت بنسب بسيطه يعني احنا كنا بادئين ب 4.5 يعني بالظبط وصلنا 7%، فحضرتك بتزيد في نفس المكان، معدل بطيء جدا. بالظبط طبعا. فتراجع عند جزء من توجهات الحكومه واستراتيجيات الحكومه دلوقتي بكافه وزاراتها وهيئاتها ان احنا نخرج بره الوادي الضيق دوت، وفعلا ده كان هدف من اهداف التنميه العمرانيه في استراتيجيه 2030، تخرج بره الوادي والدلتا. وده فعلا احنا لمسناه في المشروعات الجديده اللي بتتعمل، مشروع تنميه الساحل الشمالي دلوقتي في مقترحات بتتعمل حتى في المناطق اللي ما كانش فيها تنميه خالص، الواحات وسيوة المناطق البعيده، بالامتداد للظهير الصحراوي والمدن الجديده اللي بتتعمل. تمام. الحقيقه من الاحصائيات اللي اتعملت في سداد المخالفات اتضح ان عدد لا باس به من كبار المخالفين دفع 1 مليار جنيه للتصالح. بالظبط. وده يمكن برضه في مخالفات بناء يعني. وده يمكن برضه كان جزء منه، غير ان احنا نعلن او دكتور مصطفى مدبولي يعلن عن قيمه المصالحه، هو رد بشكل غير مباشر على سؤال المواطنين والحاجات اللي ابتدت تذاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكره انه فلان الفلاني باني برج والحكومه سايباه، وفلان الفلاني باني برج الناس الكبيره، وانه فيمكن هنا كان دكتور مصطفى مدبولي اكد وقال حتى لفظ الحيتان، احنا نبتدي نعد على الحيتان الاول. بالظبط، ان الحكومه قالت بشكل واضح مباشر احنا كل الشعب واحد، واحنا ما عندناش تفاوت وما عندناش تفاهم في موضوع التصالح. المخالف هيدفع، وهو ابتدى بالكبار عشان يؤكد انه الموضوع مش غرضه انه احنا يجي على المواطن الضعيف او الظروف الاقتصاديه او مش مساعداه، لا احنا الحكومة كمان بتتجه وبتركز جدا على كل المخلفين بغض النظر عن هم رجال أعمال أو حيتان زي ما بيقول أو شعب يعني من الطبقة المتوسطة أو من الطبقة. تمام. طيب نطمن على الثروة الزراعية المصرية من خلال المداخلة التليفونية مع الدكتور خالد عياد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية. مرحبا بحضرتك دكتور خالد. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ أشرف. دكتور خالد، يمكن رئيس الوزراء أشار إلى أنه تم تجريف حوالي 400,000 فدان من الأراضي الزراعية المصرية، إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تأثير على الأمن القومي الغذائي المصري؟ بص حضرتك، هي المسألة حكاية التجريف ديت ده مطلوب، لأن قبل الثورة وقبل الثورة بكتير قوي اللي هو 25 يناير كانت كل حاجة مباحة وفرد عضلات. يعني انا رحت جبل في المنيا، جبل منطقه جبليه، اتعرض عليا تعالى خد 50 فدان 100 فدان زي ما انت عايز وزرعهم، مفيش حد حاسس بحاجه. بقت المساله كده النهارده، بقت وضع يد، انت حطيت ايدك على حاجه بقى امر واقع. وبعدين تعالى نتصالح، واخد بال حضرتك، وفي الامر الواقع ده انا من وجهه نظري انك تتصالح مع حرامي ده يعني انت بتبيع للحراميه وكل اللي ما طبعا جريمه يعني. انت حطيت دخلت بيتي، او بيتي ده اللي هو ارض الدوله اللي هو ملكي وملكك وملك حضرتك وملك الناس كلها. طبعا. فيجي واحد مثلا عنده فلوس وعنده سطوه يحط ايده عليها، ده بيسرق الدوله كلها. ان انا اتصالح معاه دي جريمه. النهارده اللي بيحصل النهارده استرداد الاراضي، حتى لو تجربه، حتى لو اثرت على المستوى الغذائي، فاحنا بنحط اساس للاجيال الجايه. لان الاجيال الجايه النهارده انت حطيت ايدك على 100 فدان، النهارده ال 100 فدان دول تحولوا الى رقع عمرانيه ورقع خرسانيه مع الزمن. فانت كده بتجني على الاجيال اللي جايه بعد 100 سنه، مش هتلاقي ارض، مش هتلاقي اي حاجه. فلازم يبقى في اساس، والناس تستشعر ان الارض الزراعيه دي ملك الناس كلها وملكيه عامه، وممنوع الاقتراب ليها، والاقتراب ليها والبنى عليها او حتى عمرتها زراعيا او صناعيا، فده حتى جريمه، انت بتعمر وبتبني في غير ملكك. انما الناس اللي دفعت اللي هم الحيتان دفعوا بالمليارات، دول اشتروا الارض بسعر النهارده. واخد بال حضرتك ان انا النهارده ان انا اتصالحت معاهم بشتري النهارده بسعر النهارده، او حتى في بعض التنازلات، انما لازم يدفعوا عشان تبقى الامور رضعه لاي حد تسول له نفسه انه يحط ايده على ملكي مش ملكه. النهارده يا فندم اي حد، ده مش الرقعه الزراعيه بس، النهارده تعدي كده اي حد باني اي حته بيروح الشارع كله بقى ملكه. صحيح. مفيش حد بيرضعه. النهارده مش لاقي حته تركن فيها عربيتك، مش لاقي حته تزرع، ولو الحكومه زرعت شجره بتلاقي مثلا مين واحد يروح قاطع الشجر ديت عشان يحط فيها عربيه يبيع فيها باع متجول قهوه بتاع. بقت المساله خلاص عرف. ولو حد كلمني اتصالح، لا انا مش هتصالح مع مجرمين، لان ده حقي وحق اولادي وحق الاجيال اللي جايه بعد 100 و200 سنه. واخد بال حضرتك؟ يا ريت الموضوع ده يتعمل في كل حاجه، الاراضي الزراعيه،
البنى على ارض زراعيه دي جريمه لا تغتفر. لكن في النهايه في تصالح يا دكتور خالد، يعني لانه استرداد الارض يعني هو خلاص الارض اعتقد انها بارت ومش هينفع انها يعني تصلح. لا تسمح، مش هينفع تتحول تاني لان تكلفتها. يعني انا من وجهه نظري اي انسان بنى على رقعه ارض لا يحولها تاني لو سمح، لان في بعض المناطق خلاص تحولت الى مناطق عشوائيه وصعب استرداد الارض وتحويلها لارض زراعيه تاني لان ده حاجه بالتقادم. انما لو سمح ان اي حد بعد القانون ده بنى في ارض زراعيه لا يتهدي المبنى كله حتى لو 100 دور ويتحول لارض زراعيه تاني على حساب اللي بيبني، او يتسجن ويكون عقاب رادع. واخد بال حضرتك؟ لان كده احنا كان عندنا يا فندم قبل ثوره يوليو 25 مليون فدان، النهارده 6 مليون فدان. لان قانون الاصلاح الزراعي وزع فدادين، خمس فدادين، النهارده اتحولت لقراريط كل واحد عايز يبني لعياله وبتاعه، وتحولت الارض الزراعيه مع التقادم ومع الزمن الى رقعه خرسانيه. ومع ذلك اتجهنا للصحراء. النظام اللي الرئيس عمله نظام استصلاح 1.5 مليون فدان ده يا فندم مش قيمه مضافه، ده تعويضا لما تم الاستيلاء عليه من 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 2011. ممكن تعوض فعلا يا دكتور خالد؟ لا طبعا مش هتعوض، انك النهارده خدت ارض طينيه بتعوضها بارض رمليه عقبال ما تتحول الى ارض خصبه بتاخد لها عشرات السنين. انما بتعمل قيمه، يعني بتعمل قيمه استبداليه وخبر حضرتك بقدر الامكان عشان تعمل توازن غذائي في المجتمع. والى اي مدى يعني اثرت على الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي لمصر هذه المخالفات؟ بص حضرتك، هي المخالفات انا من وجهه نظري ان هذه المخالفات هي يعني تقنين قانون او حاجه ردع. ان انا النهارده يا جماعه انا هدي كل اللي اتعمل وكل اللي حد استوى، كل واحد كسر حاجه او بوظ حاجه زي ما قال فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هيدفع ثمنها، عشان بعد كده يا فندم لما الدنيا تستقر نقطه من اول السطر كل واحد يبقى عارف حسابه ايه. اي حد حتى الشارع النهارده، الشارع ما بقاش ملكك. الشجر اللي كان بتزرعه الحي ما بقاش ملكك، بقى يتقطع. ما بقى كان زمان الحي مثلا اي شجر اي حاجه ده برضو بيساهم في الاشجار المثمره. لا، وتعدوا على ده وصلت المرحله انهم ردموا النيل وبنوا عليه قصور يا فندم. يعني تعالى النهارده في محافظه الدقهليه والقليوبيه تلاقي النيل مردوم واتبنى عليه قصور. او اتردم النيل واتعمل عليه مشاتل خاصه. طب ده مين يعني؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ في أي بلد في العالم ده ما بيحصلش غير في مصر. في أي بلد في العالم، دول شرق آسيا، أوروبا، أمريكا، الدول العربية اللي جنبنا، لبنان، ده ما بيحصلش يا فندم غير في مصر بس. حكاية وضع اليد وحكاية الاستيلاء على الأرض، السودان ما بتعملش كده. واخد بال سعادتك؟ فلا، اللي بيعمله ده صحيح، هي المشرط والبتر بيدفعنا ثمن غالي وبيغضب ناس كتير، وناس توافقت مع الفساد وتوافقت مع وضع اليد وتوافقت مع البلطجه وخلاص تعايشت مع هذا النظام. انما لا يصح غير الصحيح في النهايه. واخد بالك؟ ده احنا بنحط نقطه من اول السطر عشان بعد كده يبقى خلاص عرف اي حد هيحط ايده على حاجه ولا هيجرب حاجه ولا يبني على رقعه زراعيه ولا حاجه لا هيدفع ثمن غالي قوي وممكن توصل لمرحله سجن مدى الحياه. دي من وجهه نظري يعني. تمام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد عياد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية. دكتور محمد فتحي، يمكن موضوع الثروة الغذائية والأمن الغذائي المصري أعتقد نقطة مهمة، وإحنا زي ما قلنا 400,000 فدان زراعي تم تجريفهم، ممكن تأثر إزاي على الحصالات الزراعية المصرية؟ حضرتك تتكلم في إنه ده كل الناس بتتكلم إن الأراضي الزراعية ده أمن قومي زي ما حضرتك قلت بالظبط. فطبيعه الحال لما حضرتك بتتكلم في انه تم تجريف 400,000 فدان من 1980 فاكيد ده اثر بشكل مباشر على الحصيله الزراعيه، وده اللي خلانا في الفترات اللي فاتت نتجه الى ان احنا نستورد حصيلات زراعيه من مصر. مصر كانت من اشهر الحاجات اللي بتنتجها، وزي ما تفضل الدكتور وقال من فتره انه انت برضو لما نيجي نعمل مشروع 1.5 مليون فدان ده هياخد فعلا عشرات السنين عشان تقدر تعوض قيمة الأرض اللي انت فقدتها، خصوبة الأرض طبيعي انك تشتغل على أراضي صحراوية غير لما تزرع في أراضي خصبة بقى لها مئات السنين بتتزرع. طبعا ده بيأثر بشكل مباشر على قيمة الحصالات الزراعية كيفا ونوعا وكما. حقيقة عايز أتكلم عن دور الإعلام بقى، يعني أعتقد التوعية هنا لها دور مهم. قادة الرأي في القرى والأرياف
ليهم دور، ودور العبادة ليها دور يعني، محتاجين نشاط مجتمعي كبير دكتور محمد. اه طبعا. وخلي اقول لحضرتك ان زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هو دور الاعلام مش مقصود بيه بس حضراتكم، مش مقصود بيه الاذاعه والتلفزيون ولا القنوات الاخباريه. دور الاعلام هي فكره انك تعلم المواطن. فتعلم المواطن من كذا قناه. اولا ال- 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 الادوات المتعارف عليها المرئيه والمسموعه زي التلفزيون والراديو، ده جزء بيعلم المواطن. في جزء تاني حضرتك اشرت عليه وده جزء مهم جدا في الغايه، هو الناس اللي في القرى اللي ما بيوصل لهاش الإعلام المباشر. الناس اللي في القرى، وزي ما حضرتك قلت دور العبادة والمساجد وشيخ البلد. ونرجع تاني لأن في كبير للمنطقة بيبقى حلقة وصل ما بين الحكومة أو الحكومة المركزية أو الرئاسة، وما بين المواطن البسيط اللي بيقدر ينقل كل قرارات الحكومة للمواطن ويبسطها له بشكل مباشر، يقول له اللي بتسمعه ده صح أو اللي بتسمعه ده غلط. لأنه للأسف يعني هي 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 ميزة وعيب فكرة انه انتشار القنوات التلفزيون القطاع الخاص او انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لا تتم الرقابة عليه، ده طبعا بيؤدي الى انه في اخبار كتير قوي مغلط فيها او مبالغ فيها بتنتشر، وطبعا دي بتوصل للمواطن البسيط بشكل مباشر فبيفهم الموضوع غلط. فبالتالي فعلا الاعلام لازم دوره بيعظم، واحنا بنأكد دوت في كل لقاءاتنا مع ممثلين الحكومة انه، وده يمكن بالفعل ابتدت الحكومة تاخده، انه مؤخرا بقى في صفحات يمكن على التواصل الاجتماعي ممثلة لكل الوزارات، وزارة الاسكان عندها صفحة تواصل اجتماعي، وزارة التخطيط الداخلية، الرئاسة نفسها بقى عندها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي. فده سهل شوية وقلل الفجوة ما بين المخرجات الحكومة او القرارات اللي بتاخدها الحكومة وانها بتاكد انها توصل للمواطن بشكل مباشر. فطبعا خصوصا الفتره القادمه لانه في قرارات كتير قوي بتخص المواطن وبتمس المواطن بشكل مباشر، الاعلام يمكن دوره هيبقى بيوصل حوالي 80% بذراع للحكومه ان هم كل الحاجات اللي بتعملها الحكومه بتروح للمواطن، وفي نفس الوقت التغذيه المرتجعه انه الاعلام هو اقرب حد للمواطن على الارض من خلال المراسلين او من خلال زي ما حضرتك قلت كده الناس المنتشره في القرى والنجوع في المناطق الشعبيه كلها، هي اللي بتوصل برضو افكار المواطن وردود افعال المواطن للحكومه او للراي العام بشكل صح. يمكن انا عندي تصور كده دكتور محمد، مش عارف اذا كان صح ولا لا، انه الفلاح لانه انصرف عن الزراعة بشكل عام، يعني بقالنا فترة بنقول الفلاح خلاص ما بقاش يهتم بالزراعة، علم أولاده دخلهم الجامعة خلاص، هو عايز ينتقل من مرحلة الريف إلى مرحلة الحضر، ده اللي خلاه يجرف في الأرض الزراعية. طبعا في ظاهرة معروفة وكانوا علمان عندنا في مصر مؤخرا كمان، هي زادت قوي، هي ظاهرة التحضر. زادت التحضر دي أسبابها كتير قوي. أولا زي ما حضرتك قلت كده انصراف المواطنين عن الزراعة، ده يمكن ليه أسباب كتير قوي، هم سببها المواطن بس عشان برضو نكون منصفين، هو سببها سياسات يمكن قديمة لحكومات سابقة، عدم شراء المحاصيل والأسعار المحاصيل بالضبط كده، وارتفاع أسعار الأسمدة والتوجه لاستيرادها والفساد اللي دخل في موضوع الأسمدة وتجريف الأرض الزراعية. فطبعا المواطنين ابتدوا او اللي في القرى ما فيش فرصة عمل، ما فيش ارض زراعيه صالحه، الارض الزراعيه ابتدت تجرف عليها، فبالتالي ابتدوا يهجروا الريف، مش بس ان هم يعملوا مباني ويشتغلوا في اي حاجه تانية، لا ده في جزء منهم كبير قوي هجر الريف وذهب الى المدن، وده يمكن اللي ادى لظهور المناطق العشوائيه. ويمكن برضو ده من اهداف التنميه العمرانيه اللي الحكومه بتحاول تصلح دوت دلوقتي، اولا بتصلح موضوع الحصيله الزراعيه او الأراضي الزراعية اللي استقطعت بمشروع 1.5 مليون فدان، وبتعمل القرى النموذجية عشان تعيد تاني فكرة الفلاح المصري والقرى الريفية بتاعت زمان، إن يبقى في أرض زراعية وعليها قرية ريفية ويبقى في اكتفاء ذاتي بالظبط كده، يبقى في اكتفاء ذاتي ويبقى في تصنيع قائم على المنتجات الزراعية. الجزء الثاني فيما يخص تطوير المناطق العشوائية وتوفير فرص سكن بديلة لسكان المناطق العشوائية. الحكومه يمكن صرفت المليارات منذ صدور قرار انشاء صندوق تطوير المناطق العشوائيه، ده يمكن ملف مهم جدا مرتبط بالزحف الارضي، مرتبط بانه الناس بتزحف عشان ما فيش مكان للسكن. فبالتالي الحكومه ابتدت دلوقتي بقى لها فتره سنوات شغاله بشكل مكثف جدا في تطوير المناطق العشوائيه وفي بناء مساكن جديده وفي مشروعات الاسكان الاجتماعي الخاصه بالمواطن. طيب انا الحقيقه ليا سؤال ذو شقين، يعني التيسيرات اللي طرحتها الحكومه والتخفيضات دي نقدر نقول انها يعني تيسيرات لن تتكرر بعد ذلك، والجانب الثاني اذا ما تمت المخالفه بعد انتهاء هذه الاجراءات كلها السنه الجايه حصل مخالفات جديده
ايه اللي هيتم؟ هو من المفترض ان احنا بنحط قانون عشان يحد ويوقف المخالفات، والحكومه مدت فتره وادت مهله، انا شايفها مهله كويسه جدا للمواطنين عشان يبتدوا يقدموا لملفات التصالح. ودكتور مصطفى مدبولي اكد تاني على مرونه الحكومه في مد فتره ثانيه، بس الفتره الثانيه دي هتمد بناء على اللي هتشوفه من المواطنين. لو الحكومه لقت ان المواطنين عندهم استعداد فعلا للتصالح وابتدت الناس تقدم ملفات، اكيد الحكومه هتمد تاني عشان تدي فرصه لاكبر عدد من المخالفين ان هم يقدموا ورقهم للتصالح. طبعا تيسيرات كويسه جدا، وزي ما دكتور مصطفى اكد برضو ان التيسيرات دي ممكن تزيد بناء على لجان الفحص اللي هتنزل تعمل حصر للمخالفات القائمه، وبناء على اللجان اللي هتتشاور مع المحافظين والاحياء، والاجتماعات المستمره والتوجهات المستمره سواء من رئيس الحكومه دكتور مصطفى مدبولي او من وزير الاسكان دكتور عاصم الجزار للمحافظين والمتابعه الدوريه معاهم مع المحافظين والاحياء. اعتقد ان ممكن يبقى في تيسيرات ثانيه، ممكن يبقى في حلول ثانيه، ممكن يبقى في مد ثاني لمده المهله بتاعه التصالح. ما يستجد بقى من مخالفات قد يعني يستهون المواطن بالتيسيرات، يعني يقول لك انه طب ما هو 50 جنيه هدفع 100 جنيه 100 متر ادفع لهم 5000 وبقى البيت بتاعي. مش هينفع لحضرتك. ليه مش هينفع؟ لانه حضرتك لما بتقدم لحد تنازل او بتقدم له فرصه وما بيستغلهاش، ما اعتقدش انها بترجع له تاني حتى في حياتنا. قد تكون دي فرصه، وهو رئيس الوزراء قال الفرصه لن تتكرر. هي 100% فرصه. فيها مشاكل كتير، الملف شائك جدا، بس هي فرصه اعتقد انه لازم معظم الناس اللي عندها مخالفات تستغلها، لانه ممكن تكون القرارات بعد كده، وده اكده دكتور مصطفى، تبقى اكثر حزما، لانه النهارده انت الحكومه بتقدم لك فرصه للتصالح، بكره ممكن يبقى في اجراءات رادعه اكثر يعني قانونيه او اجرائيه ما تبقاش بقى ليها علاقه بالتصالح، ليها علاقه بهدم، ليها علاقه بازاله. بس فانا اعتقد انها فرصه لازم كل المواطنين تستغلها. بس انت معايا في دي يا دكتور محمد ان ممكن المواطن يقول لك طب ما هو الحمد لله احنا بطبيعه الحال كلنا كده، في تيسيرات ومبالغ زهيده وغرامات. هي دي ثقافه، وهي دي الثقافه اللي خلتنا اللي وصلتنا للي احنا فيه اصلا. انه انا ببني مخالف بتاع الحي هيعدي هديله اللي فيه نصيبه، يعني هنشوفه بشين. وطبعا مع انتشار الفساد ومع انتشار انه الفرص متاحه ان انت تبني مخالف فليه لا، وان الغرامه زهيده طب ما ابني بقى وخلاص طالما الموضوع جه على 50 جنيه. يعني ممكن الغرامه الزهيده دي تطمع المخالفين اكتر يعني. بالعكس، هي لو المواطنين او الناس فهمت صح الرساله صح، هي مش بتطمع، بالعكس هي الحكومه تقول له انا بديك فرصه ذهبيه ان انت تلحق قبل ما يبقى في اجراءات اخرى. بالعكس هي ممكن تكون فعلا زي ما حضرتك بتقول تبان انها تطمع، لكن هي بالفعل مش بتطمع، بالعكس انا بديك فرصه دلوقتي، لانه بعد انتهاء المهله وبعد انتهاء المده وبعد قفل الملف ده خلاص، ودي كانت كلمه قالها الدكتور مصطفى بشكل واضح مباشر، احنا عايزين نقفل الملف ده تماما. متى يعي المواطن ان ما يحدث من تعدي على الاراضي الزراعيه هو ضد الامن القومي المصري؟ هيعي لما يجني ثمار اللي بيحصل، هيعي لما عمليه التنميه او الفتوى المحدده لجني ثمار التنميه وخطه التنميه لمصر تبتدي تجني ثمارها، هيعي لما المليون ونص فدان يبتدوا يستصلحوا ويقدروا فعلا قيمه الارض من المنتجات الزراعيه اللي هتطلع، هيعي بفرص العمل اللي بتولد، هيعي لما يشوف ان سكان المطلع شويه ان يبقى في تطوير واضح للمناطق العشوائيه، وان الناس انتقلت من سكن قبيح او من سكن مناطق سكنيه متهالكه ما فيهاش بنيه اساسيه انتقلت لسكن بيحقق عيشة أحسن للمواطن. كل دوت على أرض الواقع أكيد المواطن هيعي ده، محدش هيرضى يفضل قاعد أكيد في بيت مخالف وفي بيت مفهوش بنية أساسية ولا في مرافق، لما يشوف أن الناس اللي تصالحت فعلا بالفعل ابتدوا ينتقلوا لأماكن وأن ابتدت تتمد لهم المرافق أكيد هيعي ده. في النهاية يمكن نقدر نقول أنه الانحياز للمواطن ومراعاة البعد الاجتماعي يعتقد أنها حائط صد ضد المغرضين ضد قوى الشر، وبالتالي تحقيق النتائج المرجوة أو المخرجات المرجوة في الحد من هذه المخالفات. دكتور محمد، أكيد طبعا حضرتك، إحنا بعد ثورة يناير من 2011 كان الهدف من الثورة هي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والحكومات السابقة كلها اللاحقة للثورة كلها كانت بتأكد على أن المواطن هو رقم واحد في عملية التنمية. لو المواطن مش رقم واحد في عملية التنمية كانت الحكومة أصدرت القرار وطبقته ونفذته وخدت إجراءاتها القانونية من غير ما ترجع لردود فعل المواطن.
وجود دكتور مصطفى مدبولي والحكومة بشكل مكثف ومستمر ونزوله الميدان ومراجعته بنفسه للقانون وردود فعل المواطن ورده وظهوره على التلفزيون وعقد أكثر من مؤتمر صحفي لرد على الشكاوي المقدمة للمواطنين وأخذ إجراءات فعلا بتيسيرها بتقليل المستندات وتقليل الكلفة، ده أكيد مؤشر لأنه المواطن رقم واحد في نظر الحكومة. تأكيد دكتور عاصم جزار وزير الإسكان وإعلانه أنه بالفعل أصدر قرار للمحافظين والأحياء أن هم يعيدوا النظر في تخفيض التكلفة، ده أكيد ده معناه أن المواطن رقم واحد عند الحكومة. أكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أحسن. دكتور محمد فتحي المدرس المساعد بمعهد التخطيط القومي، شرفتنا في المساء. شكرا لحضراتكم على المتابعة، وغدا لقاء جديد وحوار جديد في حوارات اليوم، فإلى اللقاء.